احييك زميلتي منى وكل مشاهدي قناه النيل الاخبار، احييكم هنا من داخل لجنه مدرسه كليه السلام اللغات بنات باداره الزيتون التعليميه، حيث انتظمت عمليه الامتحانات لشهاده اتمام التعليم الاساسي المرحله الاعداديه هنا في منطقه الزيتون في هذه اللجنه بالاخص، وانتظمت عمليه الامتحانات لاكثر من 200,844 طالب وطالبه على مستوى محافظه القاهره، موزعين على 768 لجنة هنا في المحافظة. لم تصل أي شكاوى لمحافظة القاهرة خلال الساعة الماضية في أي لجنة من اللجان التي تم ذكرها، وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قام بجولة تفقدية صباح اليوم في قبل بدء الامتحانات في مدرسة صنايع القبة وأيضا مدرسة السلام. معكم السيد الأستاذ أحمد عبد العزيز نبهان رئيس لجنة مدرسة السلام لغات الأدبية بنات، أهلا بسيادتك، واتكلم سيادتك على سير العمليات التعليمية خاصة بعد بدء يعني أو ما يزيد عن ساعة ونصف الساعة من امتحان اللغة العربية اليوم. أهلا بحضرتك أحمد عبد العزيز رئيس لجنة كلية السلام إعدادي وثانوي تجريبي. أنا عندي هنا متقدم للامتحان الشهادة الإعدادية 195 طالبة مقسمين على 11 لجنة. العملية ماشية بانتظام وهدوء في تعاون تام من الطلبة ومن أولياء الأمور، وكل اللجان يعني جيدة التهوية، النظافة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الإضاءة، المراوح، كل الامور هاديه وتمام، مفيش شكوى لحد دلوقتي من الامتحان. وطبعا اللجنه هنا شرفت بزياره معالي الوزير محافظ القاهره والاستاذ الدكتور ايمن موسى وكيل اول وزاره التعليم بالقاهره ايضا، والدكتور محمد صلاح مدير عام اداره الزيتون، وتفقدهم احوال اللجنه قبل بدء الامتحانات بدقائق بسيطه، والامور ماشيه على اتم في الاتجاه الصحيح. في شكوى نهائيا من الامتحانات ولا شكوى من الطلبه؟ يعني مستوى الحمد لله الامتحان، الحمد لله المستوى الامتحان يعني على المستوى العام كويس، مفيش شكوى نهائي، بالعكس الطلبه بتقول ان هو الامتحان سهل ومباشر جدا ومن المنهج. يعني طب بالنسبه لو في السداد الطبي ايضا والامني داخل اللجنه؟ موجود عندي طبيبه موجوده، مفيش شكوى برضو من الناحيه الصحيه لحد دلوقتي، ولكن عندي متواجد طبيبه والنواحي الامنيه للجنه كامله واللجنه في حاله. شكرا عبد الحميد صقر.